عودة للأهلي في رمضان، بنجدد التحية والترحيب بكل حضراتكم مرة تانية. بنبتدي معاكم دلوقتي أولى فقراتنا الحوارية، والحقيقة هنتكلم من خلالها كلام كتير عن مباراة يوم الجمعة اللي فاتت أمام طبعا الرجاء المغربي، وأكيد كمان هنتكلم عن الاستعدادات للي جاي بقى إن شاء الله، لأن اللي جاي برضو مش هين ومش سهل. كل ده هنتكلم فيه مع ضيفنا اللي منورنا كابتن عادل طعيمة نجم النادي الأهلي السابق. كل سنة وحضرتك طيب وأهلا بحضرتك. طيب أنا كريم. يا مساء الجمال. سامور رمضان اخباره ايه في البدايه؟ يعني ماشي كده، هو جري وكل سنه بنقول ان هو بيجري بسرعه، بس عامل ايه معاك السنه دي؟ والله كانه ربع ساعه. صح والله ربع فعلا. ساعه عدت النهارده 23، يعني صح. مش ممكن، شهر كريم وبيجمع الاسره وفي روحانيه وفي حاجه جميله. كل حاجه جميله. الاسره دي لوحدها نقطه تستحق يعني. والله بلار السنة كلها ما بتحصلش. بنفطر مع بعض ونسحر مع بعض ونصلي مع بعض. صح. حاجة جميلة جدا. أجواء شهر كريم جميلة. فعلا إلى جانب الصواب بقى بتاخده. طبعا كل سنة وحضرتك طيب وأهل بيتك وحبايبك كلهم بخير. طبعا. يا رب. كل سنة طيبين. الحقيقة عندنا حاجات كتير عايزين نقف عندها. تعالى في البداية بعد إذن حضرتك نقف عند لقاء الجمعة اللي فات، لأن اللقاء ده ليه تقييمات مختلفة عند كتير من الأهلوية. الحمد لله رب العالمين ان النتيجه كانت بالنسبه لنا مرضيه يعني تصعدنا من خلالها، فده حلو ادت الغرض يعني. لكن لو هنتكلم على الماتش نفسه وحضرتك قاعد بتتفرج عليه من اول دقيقه فيه الى اخر لحظه فيه، تقييمك للقاء كان عامل ازاي؟ ممكن اقول حاجه؟ اتفضل. ممكن قبل ما نخش في المباراه نتكلم بس سريعا عن ال115 سنه، لان احنا لازم برضو مع حضرتك نحتفل بهذا اليوم. حضرتك كنت جيل برضو يعني حضرت فيه كتير، وحضرت مش بس انجازات، حضرت زي ما بيتقال ابس اند داونز، وجماهير كان ليها دور كبير، وناس عدت كلعيبه واداره. يعني كابتن عادل معلش ممكن تاخدنا شويه لنوستالجيا ونتكلم عن برضو فكره هنا ان احنا بنحتفل 115 سنه النادي الاكثر تتويجا مش بس في مصر وشعبيه والشرق الاوسط، لا انت بتتكلم في العالم كله. شوفي حضرتك، هو ال 100 سنه دول احنا نادي القرن، فده يوحي لك ان الاداره اللي هي اجتمعت في نفس اليوم بتاع النهارده كان 24/5/2007 بيوحي لك انه النادي ده من يوم اول اجتماع مجلس اداره في نفس هذا اليوم واللي حصل في ماتش الترجي. ايوه شوفي اربطي بقى. ايوه صح. 115 سنه ال 115 سنه دول سياسه حكيمه بيدار بيها النادي من غير انفعال، من غير عصبيه، فعلا وقولا نادي وطنيه، نادي دايما بيسعى للروح الرياضيه العاليه. الفوز والخساره دي اخر حاجه بالنسبه له، لكن هناك مبادئ وقيم ومصل واخلاقيات النادي على مدار تاريخه بيتبعها. وحصلت ايام حضرتك كتير برضه كابتن عادل. كتير جدا. كتير جدا، ويعني انا عشتها بكل حذافيرها في 85 الأولاد الأشبال لما كسبوا الزمالك، وكانت كلها حاجات قيم. وماتش الترجي بتختمي بماتش الترجي. يعني ال 115 سنة دول إنجازات سياسية رياضية. بالظبط. يعني سياسية بالزبط. رياضية واجتماعية. يعني كتير لو بصينا للمبادرات والشغل اللجان المختلفة في النادي الأهلي والعناية الكبيرة اللي هم يعني بيقولوها لكتير من الملفات والأشخاص والفئات المجتمعية المختلفة. يعني النادي الأهلي عبر التاريخ ليه دور مجتمعي لا يقل بأي حال من الأحوال في أهميته عن دوره الوطني ولا حتى الرياضي. أكيد في الجوانب الاجتماعية هتلاقي إنجازات في كل حاجة. طب. وإحنا آخرها الحاجات الكلية بتتعمل في التعليم والبرامج الدينية والحاجات الوطنية والمستشفيات والحاجات المختلفة دي كلها، إلى جانب أنك أنت دايما بتمد المنتخبات، إلى جانب النواحي الاجتماعية. أولا أنت أكبر نادي في العالم واخد بطولات، إلى جانب أن أنت أكبر نادي عنده شعبية في العالم. أنت عندك تعدي 100 مليون، ده دول جمهور نادي الأهلي غير المحبين. ثم عندك أكبر نادي في العالم عنده مقرات، عندك أربع مقرات. فين في العالم عنده أربع مقرات الا النادي الاهلي بس؟ فدي كلها حاجات جمهور النادي الاهلي لازم يفخر بيها، ولازم يعمل حسابه ان طول ما انت بتنجح اعدائك او المتربصين بيك طبعا بيحاولوا انه ينالوا منك طبعا بطرق غير شرعيه. طبعا. يعني انت شايف ان في واحد مش كويس، طب حاول تقلده. لا، هو مش بيقلدكش، بيحاول ان هو يعوق مسيرتك بكل الطرق.
فطبعا كل الحاجات ديت بس سياسه النادي الاهلي واحده. شوف بقى كابتن عادل وفعلا بتتوارث جيل ورا جيل. فعلا النادي الاهلي مش هنقول ان هو بيترفع عن الرد، ولكن هو بينتهج هذا النهج اللي هو فيه انا مش برد، انا الرد بيكون في الملعب، رد بيكون على الارض، انا لا التفت لما يقال. حتى فكره هنا التصريحات اللي بتبقى مختلفه واللي قال لك الحصري عندي والحاجات اللي بنسمعها زي كده خاصه باللعيبه او بموسيماني او غيره، وعلى مدار الاجيال اللي فاتت اللي بيبقى توقيت برده احنا بنبقى عارفين قاعدين وعارفين ان يلا ايه المانشيت اللي جاي، ايه التصريح الحصري اللي طالع، حتى لا نلتفت لهذه الامور حتى وصلت القصه للجماهير كمان. حضرتك تتفق معايا؟ طبعا اتفق معاك، لان في الاحداث الاربع شهور او الاربع شهور اللي فاتوا يعني من يناير لحد النهارده شفناها كتير. لما كابتن الخطيب يطلع يقول النادي الوطنيه، فانت كل معظم العناصر الرئيسيه بتاعتك مع المنتخب. مين رئيس نادي ممكن يقول كده الا الخطيب والنادي الاهلي؟ ثم يروح يلاعب مونتيري بطل المكسيك من فرقه قويه جدا طبعا. 14 لاعب، امتى حصلت في تاريخ اي فرقه؟ حد بس يدلني. ردوا علينا يا جماعه، ردوا علينا. 14 كارنيه، كل العناصر الرئيسيه مش موجوده. المدير الفني قعد تردد طبعا على الاخ وائل جمعه انه يعني بيتكلم على موسيماني، قعد شهرين اللعيبه مش موجوده مع موسيماني. شهرين مدرب قاعد ما مش شايف لعيبته لمده شهرين طبعا. فبعدين بيقول كروش مدرب هايل، مدرب هايل بالنسبه لك مش بالنسبه لنا احنا. انما موسيماني مدرب اكتر من رائع بالنسبه للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. اللي بيحاول يضرب في النادي الاهلي من خلال موسيماني علشان الاداره تغير، الاداره مش هتغير، ولا هتغير اللعيبه ولا هتغير المدير الفني، والجهاز الفني بيبقى باقي. وعشان كده ربنا دايما بينصرنا، لان احنا المبدا دايما بينتصر. بس هو برضه من حيث المبدا، رجوعا للكلمه حضرتك قلتها، يعني ليه ده اصلا بيحصل؟ يعني ليه اغلب الناس ان ما كانش الكل من اعداء النجاح او من الناس اللي هي ايه بيركبها 100 عفريت مع كل نجاح جديد او انجاز جديد للنادي الاهلي بفرقه المختلفه مش بس كره القدم، طبعا ناهيك عن الفريق الاول لكره القدم، طب ما بربع المجهود ده يشتغلوا على نفسهم وربنا يكرم. ما يعرفش يشتغل ليه؟ هو لان الاساس عنده مش موجود. يعني ليه دايما الاسهل ان انت تهد اللي قدامك عن ما تحاول ان انت تبني نفسك عشان تطاول اللي قدامك؟ يبقى دايما الاساس يا كريم، الاساس مش موجود. علشان انا ابدا ان انا يبقى عندي مبادئ، المبادئ دي بتبقى من نشاه النادي لحد يوم القيامه. في ناس ما يعني ما بتكلمش على حد خالص. احنا بنتكلم في المطلق، بتكلم في المطلق يعني. طبعا. بيبقى عنده الحاجه دي ناقصه. يعني متعودين مثلا ان ما فيش لعيب يروح اوضه مجلس اداره، ما فيش مدرب يروح اوضه مجلس اداره، مجلس اداره المكان بتاع مقدس. مجلس الاداره ورئيس النادي اعضاء بيخدموا النادي مش فوق راسهم ريشه. فالمبادئ ديت والمصل ديت والدوله اللي تبقى اسمها العيله، عيله النادي الاهلي اللي موجوده ديت، مبادئها موجوده من نفس اليوم ده اللي اتنشا فيه النادي. وبالتالي النادي اللي بيبقى فاقد الحاجه ديت هيجيبها منين الا اذا يعني حصلت معجزه. لان انت عشان تغير المنظومه عايزه شغلانه تانية ومبادئ تانية وشغل تاني كبير جدا. ما بيجيش، لان بتبقى دايما الجمعيه العموميه بتختار بعنايه، بتختار طبعا بشكل رائع، بشكل فيه مصلحه البلد ومصلحه النادي. صحيح. الحته دي في بعض الانديه ما بيبقاش عندها الحته دي. فانت علشان تصلح الحته دي مش هتتصلح الا بالمنظومه كلها تتغير يعني. حلو جدا. نروح بقى على الماتش وسؤال كريم وفكره هنا هنتكلم ذهاب واياب، يعني ذهابا وايابا، ونبدا بذهابا بس مش عايزين نطول في التحليل، ولكن احنا شفنا العنوان بتاع هذه المباراه في الذهاب اللي هي الفرص الضائعه، ويمكن ده مش العنوان الاول اللي ممكن ان احنا او حصلنا عليه. احنا عندنا في الفتره الاخيره للاسف الشديد وهنتكلم بمنتهى الشفافيه مشكله في اللمسه الاخيره، مع ان انت بتبقى مسيطر وبتروح وعندك فرص كتيره جدا، ويمكن الهجمات بتاعتك بتبقى عددها كبير جدا مقارنه بالفريق الاخر، لكن ما يعني زي ما بيتقال كده ما بتكملش للنهايه. ليه؟ نتكلم على الماتش الاولاني وبعدين الماتش الثاني، دي قصه ثانيه. الماتش الاولاني، الماتش الاولاني احنا وصلنا ان احنا ممكن كان نكسب مش اقل من 5 أو 6 اهداف، انفرادات كامله. انفرادات كامله في الماتش الاولاني بالظبط. مسيطرين على الماتش طول الماتش تقريبا.
من خطأ يعني بسيط جدا احرزوا منه هدف، نتيجة ان في بعض اللعيبة كانوا في المنتخب بذلوا جهد خرافي في البطولة العربية وفي أمم أفريقيا، وطبعا في الماتشين بتوع كأس العالم استنفذوا كل طاقتهم في الشهرين دول، لا زالوا بيعانوا من الجهد اللي هم بذلوه في البطولة العربية اللي كانت كل الناس رايحة بالأشبال ازاي علاقته باللمسة الأخيرة أو الفرص الضائعة؟ العضلة بتوصل لمرحلة من الإرهاق والتعب، وده بيأثر على الجهاز العصبي في اللاعب. هل اللي حضرتك تفضلت بيه دلوقتي وذكرته ده ممكن ينطبق على الفرصة اللي أهدرها بيرسي تاو في وقت من الأوقات في ماتش العودة؟ ساعة لما رقص المدافعين ودخل وعدى الجول، بس هو كان هو بيجري يعني كان ما بين الجري وما بين الكعبلة فشاطها يعني ما أعرفش ليه حسيت اللقطة دي تنطبق عليها المواصفات اللي حضرتك ذكرتها. بس هو تاو مش مرهق يعني تاو ما هوش مرهق، انما هو لسه لم يتاقلم مع فرقه النادي، يعني لسه محتاج وقت، لكن هو مش مرهق يعني ان هو يعني ما لعبش البطوله العربيه ولا افريقيا ولا تصفيات كاس عالم ولا حاجه، انما هو لسه تحس ان هو مخضوض، حتى لما الكاميرا بتيجي على وشه تحس ان هو لسه مش متاقلم مع الفرقه، لسه محتاج وقت، محتاج جانب نفسي ان هو يتاقلم مع الحياه هنا في مصر، ولسه تحس ان هو مش هو ده اللي احنا في البدايه اول ما جه كان الحقيقه كان اكتر من رائع طبعا. فالماتش ده احنا ضيعنا فرص كتير جدا، مش معنى كده ان احنا كنا وحشين. المدير الفني وظيفته انه بيبني خطه لعب بيوصلك للمرمى بتاع المنافس 20 مره. انت شفت كام شوطه، ضيعت كام فرصه، الفرص اللي بتضيع ديت مع لعيبه بحجم اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، لا ما هو ده دي مش وظيفة مدير فني، وبالتالي العبء الكبير بيبقى على اللاعب. صحيح المدير الفني ممكن يتحمل جزء في بعض حاجات منها في التغييرات مثلا، انا النهارده الفينشينج عندهم هم، انا النهارده مش موفق، يبقى انا في الوقت ده ممكن ان انا يبقى فيه البديل ده، انا اللي باخده بس على موسيماني لما يكون هناك في لاعب مش موفق ماتش واثنين وثلاثه، لا يبقى في فرصه لحد تاني. زي مين برضه كابتن عادل؟ لا مش هقول اسماء من فضلك، لا بلاش اقول اسماء، لكن انا اللي انا بتمناه ان انا الجمهور بتاعنا لازم يبقى واقف ورا، هو واقف طبعا، لكن هناك من يتربص بالنادي ويرجع يقول ان ضربه الجزاء كانت وهميه، والعالم كله بيقول ان ضربه الجزاء سليمه بما فيهم الكاف قال ان ضربه الجزاء سليمه 100%. ايه مصلحتك انك انت تشكك في فوز النادي الاهلي عشان الماتش الاعاده اللي هناك، علشان تثير الجماهير هناك ويبقى الاستقبال مش كويس وهو لاخره؟ هو للدرجه دي التربص ممكن يعني توصل درجه سوء النيه للدرجه دي؟ طول عمرنا ده تفكير وتخطيط دوه شيطاني ثعباني والله طول عمرنا صحيح. والله فعلا التربص ده بقالنا مش اقل من 20 سنه، لان انا يعني انا زمان عشت الفتره ديت، كان الاهلي والزمالك بيلعبوا ماتشات مع بعض ضد فرق جايه من اوروبا، يعني كابتن صالح وكابتن طه وكابتن عادل هيكل لعبوا اهلي وزمالك في ملعب الزمالك ضد توتنهام، احنا شخصيا لعبنا اهلي وزمالك ضد المانيا الشرقيه، وانا لعبت الماتش ده يعني وفي ملعب النادي الاهلي، وكان الله يرحمه الكابتن عبد الصالح كابتن حسن حلمي، الاثنين بيحطوا التشكيل، شوف بقى لما يقعدوا الاثنين يحطوا تشكيل، انت النهائي الشوط الاولاني خمسه ومن عندك سته، الشوط الثاني كذا، تفاهم كامل. الروح دي بعض العناصر للاسف دخلت شوهت الروح الجميله ديت للاسف، فطبعا الناس دي ما بتتحاسبش. لو هناك حساب للناس ديت لابد يبقى في حساب، لانه الفتنه دي اشد من القتل. فانا لما برايح ماتش ونتج عنها قتل بالمناسبه في اوقات سابقه وفي احداث سابقه، والله انا قلت نتج عنها ده بالفعل، انا قلت الكلام ده، وكان تعرف حضرتك قبل الماتش ده بقيت متابع حوالي يمكن اسبوعين ثلاثه بيستضيفوا ناس بتشحن في جمهور بورسعيد او في جماهير بورسعيد شحن غير طبيعي، يعني حتى بعد الاحداث برضو كانوا بيستضيفوا ناس برضو مش كويسين، يعني بدل ما يهدوا لا برضو عمليت على الرغم من كل الولاد اللي هم توفوا كده واستشهدوا، يعني انا يعني لا زالوا موجودين على الساحه وما لا زالوا
بيجيبوا دايما النادي الاهلي في جمله مفيده. طب يا اخي خليك في ناديك، يعني احنا زي ما بنتكلم خلينا نرجع للجزء الفني برضو مره ثانيه عشان لا بس دي نقطه طبعا بس يعني عشان كده الجزء الثاني الماتش بقى التاني. لا هنروح للاياب عشان بس لسه عندي حاجه في الذهاب. رايح الاياب. لا انا قبل ما نروح يعني فكره هنا لان حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، لان احنا شفنا زي ما احنا بنتكلم من بعض الفئات نقد لموسيماني غير مبرر وعليه علامات استفهام بعد الماتش ده تحديدا. فكره هنا بيحاسبوه على هذه الفرص الضائعه، وهو كان ليه تصريح في المؤتمر الصحفي، هو اتكلم قال يعني احنا فكره ان احنا نوصل للمرمى بتاع الخصم بعدد المرات دي حاجه ما هياش بتبقى بسهوله، ده وفقا لتكتيك معمول ومجهود مبذول من اللعيبه، هو دافع عن اللعيبه بشكل كبير جدا رغم ان هو برده في الاول وفي الاخر مش المتحمل هذه القصه اصلا. فنرجع نقول تاني ده كان من وجهة نظر كابتن عادل راجع ليه الإجهاد اللي اتعرضوا ليه، على الرغم في الإياب احنا شفنا أداء رائع جدا مع اللمسات كمان الأخيرة. الشفت ده ازاي برضو؟ أنا عايز أنال من النادي الأهلي هنال من الخطيب ومجلس الإدارة ولا من الجمهور ولا من اللعيبة؟ على قد ما أقدر بقى أنا على قد ما أقدر، مش هجيب سيرة لعيب إنما أنا هاجي في المدير الفني وأفضل أخبط فيه علشان النتائج تسوق. صح، وده طبعا فكر شيطاني يعني ومفهوم والناس كلها فاهماه والناس كلها في الشارع كلها عارفه بالظبط ان ده اللي بيحصل. يعني الماتش الثاني في المغرب الحقيقه كابتن خطيب ومجلس الاداره اداروه، وطبعا مدير النادي الدكتور شلبي الحقيقه اداروها بحرفيه سياسيه رياضيه على اعلى مستوى. الجواب بيتبعت للكاف وبعت للنادي الرجاء، كل اللي هم حاولوا يزرعوهم من فتنه علشان النادي الاهلي يروح هناك تبقى معركه حربيه. الجوابات ديت والاتصالات خلت المعركه دي تبقى معركه وهميه، وشفنا قد ايه ازاي امتص الغضب الشديد اللي كان اعلاميين من مصر للاسف واعلاميين برضو قليلين من المغرب بينفخوا في الجير علشان يوصلوا لمرحله ان انت تطلع النادي الاهلي باي شكل. ما نجحوش طبعا، لكن الملف ادير اسبوع كامل على اعلى مستوى، وبعدين بنروح يوم الثلاث قبل الماتش اربع خمس ايام. من ضمن الحاجات الجميله اللي الكاف عملها، انا بقصد جميله سخريه، انك انت ليله المباراه قبل المباراه بليله مفروض ان انت من حقك كنادي اهلي انك تنزل تتمرن على الملعب اللي انت هتلعب عليه لغوها. طب النهارده رجاء لما جه مصر اتمرن على الاستاد، طب انت بتلغي دي ليه؟ وبعدين انت بتكملها بالحكم السنغالي اللي قعد 45 دقيقه او يعني نقول 50 دقيقه الشوط الثاني ما حسبش فاول، ودي ما حصلتش في تاريخ اي نادي في العالم ما حسبش فاول. وبعدين بقى عمال باللغه الشارع يعني يزوقك حوالين ال 18 فاول من هنا فاول من هنا، وهي كلها حاجات ملهاش علاقه. ضربه جزاء تتعاد ما عدهاش، كارت احمر اكتر من لاعب كانوا يعني طبعا الكابتن الخطيب بعت جواب شكر للنادي وادى تيشيرت هديه للرئيس النادي الرجاء. دي برضو كلها حاجات بتقول ان النادي الاهلي دايما مش بيمثل، ده كلام شعب مع شعب او جمهور مع جمهور، ودي بطوله بتروح وبتيجي. فطبعا العلاقه الاخويه اللي بين الشعب المصري او جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الرجاء علاقه قويه جدا، مش ماتش اللي هيجيبها او واحد هيحاول هو يضيعها. الجانب الفني في الماتش ده انا سمعت اراء كثيره وكلها اراء مخيبه الحقيقه. ليه يعني بقى؟ الراجل بدا المباراه اول اربع دقائق، اولا الجمهور حاول يقتحم الملعب قبل المباراه. شوف انت كلعيب بقى يحصل لك ايه؟ لا وبعض منهم نجح ده بالفعل وسطه فعلا الأرضية خلاص غير الحاجات اللي انت بقى كلاعب تبقى ضامن يعني يعني حياتك، يعني حد يعتدي عليك او فطبعا الاجواء ديت اول اربع دقائق بيجي فيه جول. هل النادي الاهلي اهتز؟ المدير الفني اهتز؟ قاعد يشخط وينطر زي كروش؟ لا ابدا، عايز ينزل يضرب الحكم زي كروش؟ برضه الرساله دي بنقولها لوائل يعني الله يمسيه بالخير. بص بقى كابتن عادل والرسائل الضمنيه الله يمسيه بالخير يا كابتن عادل. انا بشوف انه الراجل بمنتهى الهدوء ماسك كوره 45 دقيقه، يعني ال 40 دقيقه الثانيه ناس ماسكين كوره
هم ابتدوا يرتدوا، ابتدى يعمل هجمات من اليمين ومن الشمال، بيلعب بتشكيل رائع. يمكن الوحيد اللي كان يعني عليه الاستفهام تاو ما كانش بيأدي الأداء، إنما حسين الشحات وطاهر كانوا على أعلى مستوى من الأداء الفني. وصلنا وكان ممكن نحن نحرز أهداف، ثم من جول رائع لمحمد عمينة من كورنر، وفي ضربة جزاء ضاعت، وضربة جزاء الحكم قدامها يعني في فرق متر ونص ما بين الكورة ما بينه ما صفرش عليها، وده يقول لك إن الراجل ده ما كانش مظبوط. الفار ندهله، ولولا الضغوط من الكابتن سيد واللعيبه ولا اخره ما كانش هيحسبها. علي معلول بعد ما شاط الكوره وراح، الراجل راح واخد قصبه رجليه، وطبعا الفار لعدها، عاملين حساب حاجات تانية مش بتاعتنا. الشوط الثاني عمل تغييرات، بلاقي نقد على التغيير بتاع محمد عبد المنعم. طب يا اخوانا انتوا عارفين ان محمد عبد المنعم ده ولد صغير لعيب ناشئ وطالع، بيوصل لمرحله معينه انه في الاخر ربع ساعه اخر ثلث ساعه ممكن هو يعمل فرق، يعمل يتعب او يعمل ضرب الجزاء. في الوقت ده لازم انزل واحد مخضرم. ايه المخضرم؟ ايمن اشرف. وبعدين انزل اشيله واحط محمد شريف. التغييره دي تغييره هجوميه ولا دفاعيه؟ دفاعيه هجوميه، تغييره عبقريه. مش تغييره اي كلام، ورغم ده انتقدت فعلا، بينتقد يقول لك ازاي يا اخوي ايمن ويطلع ايمن يلا ده راجل بينزل فروت. طب ما هو انتقدوا برضو عدم نزول قفشه. قفشه بالظبط، قفشه الماتش ده مش بتاعه، الماتش ده كله ضرب وكله عنف وعاملين سيطرة في وسط الملعب. يا كابتن عادل وحضرتك اكيد ادرى مني بالتفصيله دي مليون مره، في دايما مساحه كافيه للاختلافات في وجهات النظر. يعني حضرتك اول رد فعل انفعالي لحظي طلع منك ايه لما قلت لك قفشه؟ يعني قلت لك ده الماتش ده مش بتاعه. في ناس تانية ممكن تبقى شايفه العكس تماما، شايفه ان الماتش ده بتاعه جدا، وان وجوده كان ممكن السروهات بتاعته وقدرته على الاختراق والمراوغه والدربكه اللي بيعملها في اي مكان هو موجود فيه، وبكونه هيلعب تحت المهاجم. لا ده ماتشو جدا. ف مين الصح؟ هل في حد صح وحد غلط، ولا هي قابله للتقييم؟ ببساطه هي كره القدم عندنا بنحشر الجمهور في الامور الفنيه. الجمهور بيشجع، واحيانا بيبقى ليه يعني كلمات بسيطه في العالم كله، انما احنا بنخلي الجمهور يتدخل بقى في التشكيل وفي اللعب وفي كل حاجه وفي رايه في المدير الفني. طب ده حاصل من سنين طويله، وده غلط، وده غلط. انت اي مهنه في العالم فيها التدخل ده؟ هل انت لو جبت اي مهنه عندك في البيت او انت رحت لاي مهنه بتتدخل في شغله؟ بس دي تفصيله، بس دي عادي ان هي تيجي في دماغ اي مشجع لاي فريق لو ما نزلش فلان كان المفروض يعمل كذا. يعني ماشي، دي بس ما تبقاش تعقيبات، ما تبقاش هي القصه بقى. لا ما يتبنيش عليها طبعا، لانك انت اولا هم كانوا بيلعبوا بخمسه في وسط الملعب، المساحات كانت ضيقه جدا. يمكن اخر 10 دقائق ابتدت الامور يعني تبقى احسن شويه، ابتدى هو يندفع زياده، وبالتالي احنا ضيعنا 3 اجوال انفراد، واحده لتاو وواحده كان المفروض شريف يلعبها لعبد القادر ما اتلعبتش، وفي الكوره اللي فيها شك انها ممكن تبقى جول. فانت اداره المباراه في الوقت ده والتغييرات اللي انت عملتها، انت لما تنزل احمد عبد القادر وتنزل شريف، تغييرات دفاعيه ولا هجوميه؟ تغييرات هجوميه، وانت النتيجه في صالحك. فده بتقول انك انت لما بتدفع بصلاح كمان صلاح محسن في الوقت ده. انا كان وجهه نظر فنيه، كان ممكن جدا حسام حسن كان هيبقى اجهز، لانه صلاح لسه طالع من اصابه، وحسام من نوع المقاتل اللي بيدافع كويس قوي وبيهاجم كويس قوي وبيضغط كويس قوي، فانت كنت محتاج دي، ومحتاج ان واحد بيقف على كوره. فدي ممكن وجهه نظر بتاعتي، ممكن ان احنا نختلف او نتفق فيها، لكن وجهه نظره هو كمدير فني، هو اللي عايش مع اللعيب وهو اللي بيدربه، وعارف ان هو في خلال ربع ساعه او ثلث ساعه انا مش محتاج لياقه بدنيه، انا محتاج واحد سريع الكره تتلعب له يعمل انفرادات. وده اللي حصل في اخر 10 دقائق. كل تغييرات الراجل كانت تغييرات منطقيه جدا. الاجواء انا قاعد في تكييف، ما ينفعش ابدا ان انا اتكلم على مدير فني وهو بيلعب في وسط 70 80 الف مشجع،
مع حكم بيتلكك ان هو يعني يطرد حد. انت شفت هو بيتكلم مع اللعيبه بيتكلم معاهم ازاي؟ ده كانه هضربهم. يعني محمد عبد المنعم يعني سلسله متكرره والله يا كابتن عادل لا تنتهي، وللاسف الشديد كل مره تقريبا مباراه ومباراه بنيجي نتكلم عن النقطه دي. علشان كده الحكم مش هو المخطئ، اللي عين الحكم واللي بيعين الحكام، انا اسف ان انا بقول الكاف هو اللي بيعين الناس دي. الراجل ده بيلعب وضامن قوي ان مفيش حد هيحاسبه. مش ممكن ابدا ده رايح كاس عالم ويبقى بالشكل ده. تمام. ده راجل يعني الماتش زي ده مفروض ان هو الكاف بيراجع الاخطاء بتاعه الحكم في الماتش ده او بيشوفه. المفروض الفيفا حاجه زي دي، لذلك النادي الاهلي لما المفروض ان هو اعتقد انه عمل شكوى في دي الحكم. حصلت فعلا لان الراجل كان متحيز بنسبه 100%. مين اللي بعت الحكم ده علشان يخرج النادي الاهلي؟ فتبقى السلسله بقى ماتش الرجاء من بدايته اضغط علشان يبقى ماتش معركه حربيه. واحنا شفنا محمد الشناوي في المؤتمر بيقول للصحفيين احنا داخلين على معركه حربيه، قال كده في المؤتمر اللي هو قبل الماتش. احنا ده ماتش بين اخوه بالظبط، وفي مكسب وفي خساره بالزبط. فطبعا والرياضه بتجمع، احنا ده اساس الرياضه، مش 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 اي حاجه تانية. اي حد بيحاول ان هو فعلا يزج بيها في اي مباراه. للاسف يعني. كلمه يعني اخيره، المسؤولين في الكاف عن تعيين الحكام، لان في الماتشين اللي جايين ماتشين مهمين جدا، لابد برضو يبقى في خطوه مننا، لانه العمليه دي هتبقى مقصوده، لان الراجل ده جاي بتعليمات واضحه انه النادي الاهلي لازم يخرج، والدليل على كده. امال ايه؟ امال ايه؟ لا ده مش طبيعي. هو الموضوع كبير بقى، واحنا للاسف وقتنا خلص. بس دي نقطه مهمه جدا كابتن علي حضرتك بتتكلم فيها، لان للاسف الشديد جدا انت بتحزن كمان كمشجع وكلاعب وشخص بينتمي لهذا النادي سواء مجلس اداره او غيره، ان المجهود عندك المبذول كبير جدا، ولكن على الارض بتشوف ان البعض ممكن يكون سواء يعني بشكل مباشر او غير مباشر بيحاول ان هو او بقصد او بغير قصد يحاول ان هو يضيعه. فدي اكيد حاجه زي ما بيتقال كده ما ترضيش حد. فنتمنى يكون في تغيير، ولسه الملف ده طبعا في كلام كتيرة جدا، بس للاسف الشديد وقت خلص. كابتن عادل نورتنا، مش عايزين ناخرك عن السحور برضو. لا طبعا نورتني، اشكرك على وجودك معانا النهارده يا كابتن عادل. شكرا.